FM. الكلمة ليك. الناس كل تماري في بعضها تونس صغيرة. تونس صغيرة الناس كل تماري في بعضها. الناس كل تحب تخدم. الناس كل تحب تحسن وضعيتها الاجتماعية. في البدء عمت في جميع أنحاء تونس عمت المزال. معناتها ما يكفيش السيد يوسف الشاب باش يهبط لطاوين ولا يهبط صفاقس ولا هاو بعد صفاقس الشعال شعلت البارح. بعدهم مشى السيد يوسف الشاب. ومازال بعدها باش يمشي لطاوين باش تحرك قبلي من غادي باش تحرك مدين من غادي الحق تذكروها في مدنين. والعمليه بتاع بن قردين البطولات بتاع هلينا في بن قردين وعدوهم بمنطقه حره بمنطقه التو ما فهم حد شيء من كلمه لجنة مع ليبيا وعلاقتها مع ليبيا اللي اساءت الدوله ادارتها وعضو مجلس مساحه في التهريب في العمليه. هل احداث بتروفاك استفزت تطاوين واستنساخ المثال؟ انا في كابا فيم وقت اللي صار بتروفاك في البلاتو هذا قلت لهم ريما تحلتش بتروفاك في اول ما شدت حكومه يوسف الشاهد والناس تبارك وتزغريت وكسكسي والحم وكذا بتروفاك تحلت. قلنا لهم ما تحلتش لانه اللي امضوا على الاتفاق مش هم المحتجين وارجعوا للتسجيلات بلا شكون المنظمات الوطنيه امضى على الاتفاق وكذا قرار فوقي ما قرار فوقي يعني. سامحني ما عادش يجي كل واحد بربي امضي يا سيدي يا محتج ما فما منظمات فما اطر زادك كيف فما اطر فما اطر وتاثر يا اخي ماناش في قبائل وانا في لا لا فما اطر وتاثر فما اطر وتاثر المنظمات الشغليه والاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمه دائما الى جانب المحتجين ونشكرها من ببر هذا لكن مش هي اللي تحتج نحن اللي نحتج. شكون يمثلكم؟ نمثلوا رواحنا نحن عاملين منظمات اتحاد شباب نمثلوا رواحنا. سامحني يمثلوا رواحنا هذيا راهو شوف اونتر كيمي في الابسولو نحكي وإحنا على منظمات في المجتمع المدني كيما انتم اتحاد هيكل اللي تنظم فما هيكل اي هيكل جوستومون هيكل اتحاد شباب سيكون موجود يوم زياره يوسف الشاهد بالضروره الان موجود في الاحتجاجات ويقود الاحتجاجات وتهمته لانه كره وشرف للدعي حتى نقابه الامنيه هبطت فينا بيان ان احنا نقودوا في الاحتجاجات سواء الطلابيه او الشبابيه. دورنا الدفاع على شعبنا، دورنا الدفاع على المفقرين والمهمشين والمجوعين. اعتبر قدامك يوسف الشاهد وجاك لهذا الخميس وهو قدامك تو شو تقول له؟ نقول له يا سيد يوسف الشاهد هذه تونس ومع بعضنا نبني نطلب من ربي مش نطلب من يوسف الشاهد هو عنده ما يعطي مش يعطي اسمعني يسمعني نحكي تو مش نحكي لا بالحق ما عندوش ما يعطي هو ما عندوش هو الغير قادر على اعطاء شيء لان بلاد فيلس شنو مطلب؟ ونحن واعيين يسمع شباب تونس نتناقشوا من اجل بناء تونس. نحن دورنا في المساهمة في بناء هذا الوطن بالأفكار. اليوم شباب تونس شباب مبدع شباب خلاق. إذا كان السيد يوسف الشاهد من بيروي ومن بعد الأربع أعضاء مجلس النواب هذوكم يتدفت في العملية السياسية نحن خارج العملية السياسية. الكلمة ليك.